قبل ما اسيب الماتش النهارده لازم اروح النهارده لنجم الزمالك. عارف ان سيف الجزيري النهارده هو مان اوف ذا ماتش، ولكن نجم نادي الزمالك النهارده في وجهه نظري وايقونه نادي الزمالك واحد من الناس اللي عمري ما سمعت صوتها، عمره ما اشتكى وقال ليا فلوس او ماليش، عمره ما قال انا عايز ملايين او مش عايز، عمره النهارده ما قال انا بلعب او ما بلعبش، عمرنا ما سمعنا صوته، عمرنا ما سمعنا صوته. اللي انا هتكلم عليه النهارده ده هو حاله خاصه في كره القدم، في اخلاقه وفي ادبه في عزيمته في احترامه. 38 سنه وبيأدي ما شاء الله، ربنا يديله الصحه، كانه شاب. هو في اللحظه اللي بكلمكم فيها دي هو ترند مصر، محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي اداؤه مع نادي الزمالك اداء رجولي جدا جدا، اداء رائع. قليل اما شفت اجماع اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد منتخب مصر زي ما حد النهارده بيشيد بعبد الشافي. عبد الشافي ده انا جمعني بيه مره لقاء بعد ماتش مصر والكونغو، كنت في اتحاد الكوره وكنا عاملين قعده، كان المهندس هاني ابو ريده والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ومجموعه كبيره جدا واللعيبه، كله قاعد بيتكلم في المكافئات ونقسمها ازاي، طب عايزين نزودها حفزونا، كل اللعيبه بتتكلم، شريف اكرامي والحضري وكل الناس اللي كانت موجوده بمحمد صلاح بكل الناس. عمري ما هنسى اللحظه دي، عمري ما هنسى اللحظه دي. في لعيب خبط على عبد الشافي وقال له انت صاحي ولا نايم؟ عبد الشافي رد بيضحك كده قال له لا صاحي. قال له وانت ما انت ما بتتكلمش ليه؟ قال له انا اي حاجه تمام، انا الحمد لله كل حاجه تمام. عبد الشافي كل حاجه تمام، عبد الشافي الحمد لله، عبد الشافي اللي كل ما بيسافر مع المنتخب وبيرجع والده بيستناه في المطار. ركزوا معايا في الحاجات اللي انا شفتها بعيني، والده بيستناه في المطار، بيرجع بيوطي على ايد والده يبصها. الراجل ده حاله خاصه في الاداء وفي الاحترام وفي الرجوله وفي الادب وفي التواضع وفي كل حاجه، بصراحه كان لازم اقف عنده النهارده.